محمد من مواليد 1953، يعني مشيت عندي 18 عام المسيرة الخضراء. نهار خطب صاحب الجلالة على المسيرة، احنا تحمسنا، جانا واحد الحماس كبير ومشينا، وبتنا في واحد المدرسة هنايا في تمارة، في العمالة الصغيرة تمارة، والصباح داونا القطار، ومن القطار مشينا لمراكش. مراكش ركبنا بالكميات ومشينا، صرنا اخوتنا بالصحراء، صرنا اخوتنا بالصحراء، وداك الشيء مشى مزيان، ومشينا في الطمئنان، وما كاين لا ما كاين حتى شي حاجه، ما كاين صاحب الجلاله، يعني حنا سمعنا ليه، وادينا الواجب ديال المسيره الخضراء. مشينا من بالطيح للطرفايا، ويعني داك الشيء داز مزيان، ومشينا بالحديد ديالنا، وساهمنا بأي حاجة ديالنا ساهمنا بها، والحمد لله وجينا بخير وعلى خير. نطلب الله تعالى الله يحفظ لنا الملك ديالنا وولدو، والله ينصر سيدنا، والله يهد الوطن. وحنا هاد الصحراء حنا راه نهديو الدم ديالنا على الصحراء، ضمنا نهديو على الصحراء ديالنا. والسلام عليكم. حنا هادشي اللي درناه ماشي درناه هذا واجب، كان واجب عندنا خاصنا نديروه ومازال نديروه. إلا جاب الله شي حاجة اللي غنقضيو ومنقضيو في هاد الصحة ديالنا ولا هذا نمشيو نديروها. اللي تيحز فينا حنا دابا وهي ما بقاش تنحسو براسنا كأننا ما كاينينش. المسيرة تتحيا ولكني ما كاينش زعما شي تكريم لصحاب المسيرة ولا شي تشجيع عليهم ولا شي واحد اللي تيديها فيهم ولا تيبر عليهم. هذه هي تتحس في قلوبنا. أما حنا نديرو اللي قدرنا نديروه ومازال نديروه. هذا هو اللي تنقول أنا. وعاش الملك. هذا الوسام هو اللي نعم علينا به صاحب الجلالة الحسن الثاني الله يرحمه، مبدع المسيرة، هو اللي نعم علينا به، ورحنا مهلين فيه. راه هذا عهد ديالنا، هذا هو عهد ديال المسيرة، هذا هو عهد ديال القسم، هو عهد ديال القسم. رحنا على ذاك العهد، رحنا على ذاك العهد، ورحنا مربيين ولادنا على ذاك العهد. والسلام عليكم. وعاش الملك. أنا من مواليد 1953، شاركت في المسيرة الخضراء، مشيت أنا ولد 14 عام 15 عام، مازال ما عندي لا بطاقة لا والو، وشاركنا. هذا واجب وطني، والوطن والدين فوق الرأس، الإنسان خاصو ديما خاصو يكون عنده حماس لا شيء. مشينا للمسيرة، الحمد لله كانت مسيرة خير ومسيرة فتح، مسيرة هي حققنا الهدف. مشينا للصحراء، مشينا للطرفاية، مشينا للبطيح، تما فين هرسنا ذاك السياج اللي كانوا دايرين السبليون، ذاك السياج الوهمي حطمناه الحمد لله. ديك الساعة حنا ذاك الشيء رائع، ذاك الشيء، والحمد لله كنتمناو هذا الشيء هذا يكون عند الناشئة اللي جاية، يكون عندها هذا الحماس على الدين ديالها وعلى الوطن ديالها، باش تكون عندها هذه القضية ديال النضال على البلاد وعلى الوطن. وهادشي راه واجب على الإنسان، خاصو يدافع على هادشي. وحنا صحاب المسيرة دابا حنا راه الحمد لله، حنا باقيين، حنا هما، حنا ما كاين حتى شي إشكال. دابا تقريبا هذه شحال من عام حنا الحمد لله مشينا، وحنا باقي بخير الحمد لله، هذا بفضل الله. والله مريك الحمد لله، نتمنى على الله إن شاء الله تكون خير، وتكون المسيرة ديالنا تكون إن شاء الله هي مسيرة فتح من البداية إلى النهاية للعصور القادمة إن شاء الله الرحمن الرحيم. واجب هذا واجب، ولكن حنا غير بغينا شوية نتافوا لينا حتى حنا شوية، وحنا غادي نشوفوا لنا نضرب الاعتبار شوية، وحنا نقولوا هاد الناس هادو واخا يشرحوا، حيت ولادنا دابا تيقولوا لنا، ولادنا تيقول لك أسيدي، تقول لها الوالد، تقول لها خاصك تكون عندك روح الوطن وداك الشيء، وتقول لك الوالد أنتم دابا مشيتوا واش عطاوكم واش داروا لكم واش تعطيك. هو ما فهمش واحد المعنى آخر، حنا فاهمين ديك المعنى هذا، حنا فاهمين بأن داك الشيء كندافع على الوطن، ما كاين حتى إشكال دون مقابل. ولكن هذه الاجيال هذه كتقول لك واش انتم واش داروا لكم واش عطاوكم واش هذه، اذا خاصهم ينظروا لنا حنا باش هذه الاجيال اللي جايه تاخذ واحد النظره بان راه كيهتموا باللي دار شي حاجه، كيهتم كياخذ عليها شويه ديال الانتباه وشويه ديال هذه. ولكن نطلب الله عز وجل ينتبهوا لنا ان شاء الله، وحنا الحمد لله هذا واجب علينا ان شاء الله الرحمن الرحيم. والله ينصر جلاله الملك ويرحم الملك الحسن الثاني مبدع المسيره الخضراء. وعاش الملك، وشعار الله جميعا الله الوطن الملك. والسلام عليكم. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيل بريس، وتبارطاجيو مع صحابكم.